وبالمناسبة أرحب بجميع الإخوة الحاضرين معنا في هذا اللقاء، في هذه الأمسية، دون ذكر الأسماء والألقاب. فقط أريد أن أؤكد على أن هذا الوباء حقيقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتغاضى عنه. حقيقة يعرفها العالم، بدليل أن فيه ضحايا تعد بالآلاف، فلا أقول ربما بعدد أكبر، خاصة على بعض على مستوى بعض الدول التي عرفت عدد هائل من الموتى. نحن ولله الحمد في الجزائر الوضعية، وبالنظر إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة الجزائرية في بداية ظهور هذا الوباء، من خلال عملية منع دخول وخروج الأجانب، من خلال إغلاق بعض المرافق الضرورية للتنقل، منها موانئ ومنها مطارات، من خلال منع بعض الأنشطة التي تتطلب حضور جماهيري كبير، على غرار أنشطة مقامة في الملاعب الرياضية، في بعض القاعات، من خلال منع بعض الأنشطة اللي ربما كان في وقت من الأوقات ولا زالت ضرورية، ولكن كما يقال ضرورة أحكام، قامت الدولة الجزائرية بمنعها، وهذا ما جعل العدد ولله الحمد مرة أخرى. إلى ذلك طبعا كلنا شاهد المجهودات التي قامت بها في البداية المصالح الطبية خلال معالجتها لهذا الوضع الخاص. وبالمناسبة أريد أن أقف وقفة إجلال وإكبار لما يسمى الآن بالجيش الأبيض، وأترحم على جميع الذين توفتهم المنية من خلال معالجتهم ومن خلال تصديهم لهذا الوباء. كما أريد أن أقف وقفة احترام كبير للذين وقفوا إلى جانب الجيش الأبيض تصديا لهذا الوباء، وأعني بذلك أعوان الحماية المدنية بالدرجة الأولى، وكذا جميع ما علينا جميعا توخي الحيطة والحذر، كما تفضل السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي في كلمته. لا يمكن أننا نقف وقفة المتفرج في هذا الوباء، بل يجب علينا جميعا كل في مجال اختصاصه التصرف. هنا مع الأسف سمعت كثيرا عن الموجة الثانية من هذا الوباء، ومع الأسف الشديد كذلك وحقيقة مرة، وما نشاهده في الصين وفي بكين في الدرجة الأولى يؤكد هذا الشيء. وبالتالي يجب علينا جميعا، أقول جميعا من دون استثناء أي سلك من الأسلاك، أن نبقى وقفة ونقف وقفة رجل واحد للتصدي مرة لهذا الوباء. نطلب من الله العلي القدير أن يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله. وأشكر مرة ثانية الإخوة الحاضرين معنا جميعا، وأتمنى لإشغالكم هاته التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا.